تخيل وانت في الصحراء ومفيش بنزين. اهم حاجة عندي انا بهتم بيك. هيقولوا لك نوع البنزين ما يفرقش، اوعى تصدق. هتقابل فين يا جماعة؟ امارات. طولت العربية امارات مصر. محمود عبد الفضيل مدير اكبر محطة في اكبر شركة، انا حولت امارات مصر. انا مدير محطة شل ايليكس وغيرت الامارات مصر. انا حولت امارات مصر. إمارات مصر. إمارات مصر. اتصالات مصر. دي سيقول انت قلت عربية؟ ايه يا شكل إمارات مصر.